صباح الخير واهلا بيكم، حلقه جديده ونهارك سعيد. وطبعا احداث على طول بتحصل في مصر، احداث متلاحقه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون معاكم من خلال نهارك سعيد، بنغطيها من خلال الفقرات اللي موجوده معانا. واسمحوا لي طبعا اصبح على اشرف وشريف. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. اتفضل شريف. يعني مش عارف اقول غير ان احنا برضو بكل السلبيات وكل المشاكل اللي ممكن نكون اتكلمنا عليها، بس اعتقد ان احنا كلنا صاحيين النهارده الصبح بنقول عدى تاني يوم على خير. عدوا يومين من تجربة كل الناس كانت خايفة اكيد، وكل الناس برضو كان عندها تحفظاتها، وكل الناس كان برضو عندها تخوفاتها، ولكن في الاخر الحمد لله، الحمد لله، اعتقد ان احنا اثبتنا مش بس للعالم ولا حتى لمن يملكه او اولي الامر سواء سياسيا او اجتماعيا، ولكن ايضا اثبت لنفسنا ان احنا اكيد نقدر. صباح الخير. صباح الخير شريف، صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما بالختم. معقوله؟ مليان ختم. زي ما قلت قبل كده، احنا حاسين ان احنا بنمر يوم الاثنين والثلاث بانه حاسين ان احنا في عيد. الناس عماله تبارك لبعضها في اللجان، الناس عماله تبقى حاله انبساط شديده جدا. في يمكن كان يوم الاثنين في بعض الاوساط السياسيه بيقول ان كان في اقبال اكتر من امبارح اللي هو الثلاث، لكن برضه في لجان كتير قوي فيها اقبال كبير جدا من الشعب المصري لانتخابات نفسي ان اشاركها شاء الاحساس ده، الله لسه تكون. مش عارفه. انا لسه مش عارفه، انت جيزه. انا لسه جيزه في المرحله الثانيه، فنفسي احس الاحساس ده بقى ان شاء قريب الله ان شاء تكون الله. بس نزيهه. انا بذاكر دلوقتي، انا ومعظم انت الناس هتاخد اللي معانا مشكله اكبر. عندنا مشكلتنا اكبر فعلا، واحنا دوائر عندنا كتيره جدا. بس عاجبني حاله ان احنا كلنا بنذاكر وكل الناس بتسال بعض، طب تقدر تساعدني ازاي، ايه اللي تعرفه عن ده، ايه اللي تعرفه عن ده. فمصر في حاله مذاكره زي ما بيقولوا، وعيد في نفس وعي في الوقت، نفس الوقت. عيد المذاكره. زي كان حد، سوري يا اشرف، بس حد اتفضل. كان كتب بعت فورورد على البي بي ام هايله، قال لك اول مره احنا ناخد اهالينا المدارس. ايوه نعم مش نعم العكس. انا في اللجنه اللي كنت فيها، كنت في لجنه اسمها الثانويه العسكريه اللي في مصر الجديده. انا على فكره في تنظيم هايل من الداخليه، في تنظيم كويس قوي من الجيش جدا، لحكايه انك انت راجل مسن فيبقى ليه طابور خاص، لحكايه في تنظيم هايل، مش عايز حقيقي. اخش بالظبط في ديتيلز بالظبط بالظبط. كتيره، لكن اللي انا عايز اقوله ان هو ما اعرفش، انا حسيت، وده طبعا ضيوفنا النهارده هنتكلم معاهم طبعا في الانتخابات، وما وراناش حاجه غير الانتخابات، ان انا حسيت ان في بعض اللجان الاقبال امبارح ما كانش زي يوم الاثنين. ما يمكن عشان كله جه يوم الاثنين، او يعني النسبه الاكبر نزلت يوم الاثنين. يعني مثلا حتى يوم الاثنين الصبح مثلا كان ازحم بكتير جدا من يوم الاثنين بعد الظهر. يعني هي مثلا عمليه نسبه وتناسب، هي التوقيتات ومين انت رحت خلص ومين انتخبت ما ولا لا؟ خلصش. طبعا انا رحت، انا سبعه شريف في صحي حياتي من ما بدري صحيتش جدا. بدري الا اليوم ده. لا وبعد كده شريف، يا جماعه انا هروح بدري عشان انا عندي انتخابات بكره الصبح، وصاحي من 6:30 لازم اخد اهلي واوديهم المدارس لا بالظبط. كان عندك مشي يعني طيب الحمد سريعا لله. الفقرات اللي عندنا النهارده، الاستاذ محمد واكد عضو المكتب السياسي بالجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه هيكون مشرفنا النهارده، ونتكلم عن ايه الايجابيات والسلبيات اللي مر بيها الانتخابات. عندنا تاني بسرعه دينا. وكمان عندنا الكاتب الصحفي استاذ سليمان جوده، وهنتكلم معاه على الاحداث الجاريه اللي بتحصل في مصر، ففقره مهمه جدا فخليكم معانا. وبرضه على مستوى محافظات، اتكلمنا على القاهره والجيزه لكن ما كناش على محافظات، هيكون معانا الاستاذ عبد الناصر سلامه رئيس قسم محافظات بجريده الاهرام. و اكيد طبعا مش هنتكلم على اللي فات، هنتكلم على اللي جاي، متوقع ايه عمليه فرز الاصوات بالنسبه للفردي وبالنسبه للفئات. خليكم ومع معانا وجود الانتخابات كمان معانا المهرجان الختامي لنوادي المسرح. بالظبط، تغيير. تغيير شويه. طيب يلا نبتدي حلقتنا وخليكم معانا ونهارك سعيد. يلا بينا.